عقد اجتماع تنسيقي لمرشح القائمة الوطنية من أجل مصر للانتخابات البرلمانية، والتي تضم عددا من الأحزاب والأطياف السياسية، وحضره عدد من مرشح القائمة، وذلك بمقر ائتلاف دعم مصر. كاميرا إكسترا نيوز التقت عددا من المرشحين على هامش هذا الاجتماع. مي كرم جبر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. حركت المياه الراقدة، لأن هي ساعدت على أن الأحزاب الكبيرة تحتوي الأحزاب المتوسطة والصغيرة، وأن هي تكون ليها مكان في الحياة الحزبية بعد ما كانت بتعاني من تهميش، وأن هي حتى مش قادرة تعمل ولا فعالية واحدة على الأرض تتواصل بها مع الناس. دلوقتي الأحزاب المتوسطة والصغيرة ليها وجود، وليها من يمثلونها بشكل جيد جدا، وليها كمان مقعد في البرلمان. دور تشريعي ورقابي من أعلى المستويات. دورنا هو أن احنا نقدم العون والمساعدة للأجهزة التنفيذية، بأن احنا نزيل أي عقبات تشريعية ممكن تبقى موجودة في طريقها، علشان يبقى في استقرار في معاملة المواطن مع السلطة التنفيذية. لما التشريعات بتبقى في مواضعها السليمة ويبقى فيها مرونة في التعامل، العلاقة ما بين المواطن والسلطة التنفيذية بتبقى في أفضل حالاتها. فده دور مهم جدا، نشوف العقبات التشريعية. دورنا أن احنا نهتم بالفئات زي المرأة، زي ذوي الهمم، دي برضو نشوف التشريعات اللي خاصة بيهم ونهتم بيهم. الشباب، لأن الاهتمام بالشباب بيبان التأثير بتاعه لحظي ووقتي، لما بتفتح نافذة للشباب وتبدأ تحطهم على الطريق السليم وتستوعب طاقتهم وقدراتهم وتوظفها بشكل سليم جدا، بيبان التأثير في وقتها بشكل سريع. في خلال سنة أو سنتين بتلاقي عندك شباب نافع جدا للبلد، قدر يحقق نفسه ويحقق مستقبله وواجهة جيدة جدا للبلد. حضرتك شايف ان في تعددية سياسية وحزبية في مصر بدأت تعكسوا القايمة الوطنية؟ نعم، صحيح صحيح. فكرة ان هم يقعدوا مع بعض على طاولة مشاورات حتى وان كان فيها حصل اخذ ورد كذا مره، ده طبيعي جدا في الشان السياسي، بس ان هم يقعدوا على طاوله مشاورات ويوصلوا في النهايه تبقى في قائمه انتخابيه الكل راضي عنها وبتعبر عن تمثيل الاحزاب بشكل يتناسب مع قوتها في الشارع، ده شيء جيد، ده شيء احنا كنا بنتمناه سنين طويله. طبعا دكتور طلعت عبد القوي، عضو او مرشح مجلس النواب عن قائمه الائتلاف حزب مصاب الوطن. طبعا القائمة الوطنية لها تأثير إيجابي، ودي تتمشى مع الدستور المصري اللي قال إن نظام الحكم قائم على التعددية الحزبية. فما يبقى في ائتلاف من مجموعة أحزاب، دي مسألة غاية في الأهمية، على أساس إن ده حتى الائتلاف بعد كده داخل البرلمان هيبقى تصدر تشريعات مدروسة قوية تعبر عن الحالة العامة للدولة. ايضا بالنسبه لموضوع الدور الرقابي هتقوم به هذه المجموعه بشكل قوي جدا، وطبعا العالم كله والسياسه في العالم كلها بتقوم على التعدديه الحزبيه، وده لازم كان ده يتم، احنا تاخرنا فيه بشكل كبير لان مفيش حاجه اسمها مستقلين في التعدديه الحزبيه ولا في نظام الحكم في اي دوله من دول العالم الا قليل. هل حضرتك شايف ان احنا عندنا تعدديه حزبيه وسياسيه؟ النهارده احنا بنقول الواقع بيقول ان احنا عندنا حوالي 106 حزب. طبعا في احزاب حديثه وفي احزاب قديمه وفي احزاب تاريخيه، في موجود حياه سياسيه احنا نتمنى طبعا تبقى اقوى وان تفعل الاحزاب السياسيه في الفتره القادمه، ولعل الائتلاف دي صوره من الصور التفعيل الاحزاب السياسيه وان تبقى لها دور في البرلمان، ودي هيبقى غايه في الاهميه في المرحله القادمه. الدور الموجود فيها دور الواقع المقابلات الحال دي ان يكون النائب المرشح الحالي حينما يصير نائب. هو طبعا الدستور وفي المادة تحديدا 101 حددت ما هو دور عضو مجلس النواب. دور عضو مجلس النواب هو التشريع، ان هو بيساهم في التشريع، والتشريع بيبقى عن طريق حاجتين، يا اما ان هو نفسه ومجموعة 10% من اعضاء مجلس النواب يتقدموا مشروع قانون، ودي ما كانتش موجود في الدساتير الماضية، بقت موجودة في دستور 2014. ايضا من خلال مناقشة مشروعات القوانين التي تأتي إلى المجلس عن طريق رئيس الجمهورية أو الحكومة. الدور الثاني وهو دور الرقابة، والرقابة طبعا رقابة على سياسة الدولة وسياسة الحكومة، ودي من خلال أدوات الدستور والقانون نص عليها،
وهي الاستجواب، طلب الأحاطة، طلب المناقشة، البيان العاجل، لجان تقص الحقائق وهكذا. الدور الثالث هو مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة. طبعا دول الأدوار الثلاثة اللي نص عليهم الدستور ونصت عليهم القوانين الخاصة بمجلس النواب، فضلا عن ذلك رعاية مصالح الشعب والعمل على حل المشاكل العامة للمواطنين على مستوى الجمهورية بحالها. مارسيل سمير، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع على القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا. القائمة الوطنية بتتكون من 12 حزب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ل 12 حزب مختلفين التوجه والأيديولوجيات، فطبيعي هينعكس اختلاف التيارات اللي متكون منه قائمة داخل مجلس النواب القادم بإذن ربنا. والله أنا حزب تجمع، فقضيتي الأساسية هي حقوق الفقراء والمهمشين، دفاع عن العدالة الاجتماعية، هي دي القضية الأساسية اللي أنا هشتغل فيها مع توجه الحزب لبرامج ثقافية وتنويرية ورفع الوعي لدى المواطنين. ده اللي أنا هشتغل فيه، وأنا ألتزم ببرنامج الحزب، برنامج حزب التجمع، بالإضافة إلى برنامج تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. التنوع السياسي برضو انشفاه موجود في حياتنا الحزبية عمليا ولا أفكاريا إن احنا بص احنا في طريقنا لبلوره ثلاث تيارات رئيسيه داخل البرلمان، يمين ويسار ووسط، في طريقنا لبلورتهم. يعني اليسار واضح احزابه واضحه، احزاب الوسط ابتدت تتضح شويه من التمثيل اللي موجود دوت، فاحنا في طريقنا اللي احنا البرلمان المصري يكون في تيارات سياسيه رئيسيه واضحه. لو حد القائمه جابته انت شايف ان ده نجاح ولا نجاح لسه؟ النجاح بالعمل، النجاح ان انت تعبر عن المواطنين اللي انت نازل عنهم، انك تدافع عن حقوقهم، ان انت تكون نازل باجنده تشريعيه واضحه، عارف هتعمل ايه، المواطن قدام عينك قبل اي حاجه تانية. الدكتور ايرين سعيد، صيدلانيه، ايه تاني، حزب الاصلاح والتنميه، ممثل محافظه القليوبيه. عاوز اعرف منك التجربه الخاصه بالقائمه الوطنيه، انت شايفها قد ايه اضافت الحياه الحزبيه والسياسيه في مصر؟ القائمة في حد ذاتها هي لمت كل الأطياف بأشكالهم، كل الأحزاب باختلافاتهم تحت تايتل واحد هو من أجل مصر، وده هدفنا كلنا في الفترة دي، إن احنا كلنا حتى بكل اختلافاتنا إن احنا نشتغل لأجل مصر. هل كل واحد القائمة جابته، هل هو نجح في الطريقة دي؟ أم لسه مطلوب منه دور مهم عشان يزور نجاح؟ لا طبعا، هو مش مجرد ان انت اسم اتحط، انت شغلتك بعد كده انت هتعمل ايه، هتضيف ايه، سواء بقى تغيير، تتكلم في ايه، لا طبعا انت شغلتك لما هتبتدي لما تكسب. ايه المطلوب من النائب او المرشح الحالي اللي سيصبح نائبا؟ دوره الوطني، ايه المطلوب تجاه المواطنين وتجاه البلد؟ احنا هدفنا الاول والاخير ان احنا نبني مصر بطريقه حضاريه، بطريقه لطيفه، ان حتى نبقى حضاريين في نقاشاتنا ونحس بالناس اللي موجودين كل طبقاتهم، يعني نكفر كل الطبقات مش طبقه معينه وبس. السؤال الاخير، هل القائمه الوطنيه فيها تعدديه سياسيه وحزبيه عن كل اطياف الاحزاب موجوده فيها؟ طبعا. وشايفه ان ايه القيمه المضافه من خلال وجود كل هذا التعدد، كل هذه الاطياف؟ هي انت شايف كام حزب موجودين تحت تايتل واحد، فدي وكل واحد بانتماء معين بخلفيه معينه، فدي حاجه كويسه جدا. والمراه طبعا يعني لها دور كبير، ودي حاجه احنا ما كناش بنشوفها. كمان الفرايتي بتاعت السن، عندنا يعني في ناس كبار جدا في السن وناس شباب صغيرين خالص، ودي اديت فرصه للشباب ان يبقى ليهم صوت وموجود، فانت في اختلافات سياسيه موجوده وفي اعمار كمان سنيه واجيال مختلفه، فدي حاجه عظيمه جدا. يعني احمد بهاء شلبي، مرشح عن حزب حمايه وطن في قائمه القاهره ووسط الدلتا. سعاده النائب، عاوز اعرف حضرتك التعدديه الحزبيه السياسيه تحت مظله القائمه الوطنيه، ايه تاثيرها الايجابي على حياتنا الحزبيه؟ لا، تاثيرها طبعا ان احنا في ملفات، ومن اول ما بدانا الاصلاح الاقتصادي والفتره اللي احنا عدينا بيها في المرحله اللي فاتت والمرحله القادمه، مطالبه ان يبقى في تعدديه حزبيه وفي نفس الوقت يبقى في ائتلاف، لان في بعض الملفات اللي محتاجه ذو اهميه للدوله في الفتره القادمه ومحتاجه يبقى في توافق عليها عشان نقدر ان شاء الله باذن الله نكمل في ملف الاصلاح الاقتصادي بتاعنا. هل كل نائب او مرشح في القائمه الوطنيه او غيرها اصبح ناجحا، مطلوب منه حتى يصبح ناجحا يلتحم مع قضايا الناس وهمومها ومشاكلها؟ لا طبعا،
لا طبعا لازم. وبعد كده زي ما احنا شفنا يعني حتى احنا لينك لسه بتعمق الشوط، بس سواء على مستوى الفردي او على مستوى القوائم احنا لسه في يعني في انتخابات، وفي في الاخر ناس ان شاء الله باذن الله هي اللي هتقرر، وحتى لو في قائمه واحده برضو لازم تحقق نسبه معينه، ففي الاخر الشعب هو اللي هيختار، وبالتالي ده بناء على ان شاء الله باذن الله كل الناس الناخبين هيتوصلوا يتواصلوا ازاي مع الارض. يعني بس كله طبعا يعني نايب بيبقى ليه الملف الخاص بالحزب بتاعه، وبيبقى ليه ملف خاص بيه، والملف الخاص بيه ده دايما بيعتمد على الخلفيه اللي هو جاي منها، وعشان كده دايما بتلاقي الاحزاب بترشح ناس من خلفيات مختلفه. يعني بالنسبه لنا احنا في الحزب يعني انا اتشرفت طبعا بترشيح من حزب حمايه الوطن بقياده الفريق جلال، وانا جاي من الخلفيه ليها علاقه بعضو مجلس اداره البورصه المصريه على المشروعات الصغيره والمتوسطه، وجايين بالملف ده ان شاء الله حاطين عليه طموحات كبيره، وشايفين ان ده عمود فقري للاقتصاد ككل، وبالتالي هنحاول ان احنا نركز كمان ان احنا نشتغل على حاجات تنمويه وتوعويه، لان البلد فيها مبادرات كتير قوي في الفتره اللي فاتت دي حصلت من الحكومه من في الملف ده بالذات، ولكن لسه ما فيش توعيه على الارض، ولسه في ناس كتير محتاجه ان هي يبقى في نوع من انواع التوعيه ده عشان نقدر انها تستخدم المبادرات اللي بتحصل ديت من الدوله والقوانين والتشريعات اللي حصلت الجديده، وكمان يحصل مننا نوع من انواع الدور الرقابي عليها عشان نشوف لو فعلا ايه القوانين دي محتاجه بعض التعديلات في التشريعات ولا لا. الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس المجلس الرئاسي لحزب الحريه المصري. عايز اعرف من حضرتك القائمه الوطنيه تحوي تحت مظلتها اطياف سياسيه وحزبيه مختلفه. صحيح. هذا هو تنوع سياسي؟ هل هذا هو تعدد سياسي؟ طبعا. أهميته. بص الانسان ربنا خلقه غير التاني. كان ربنا سبحانه وتعالى لو اراد كان خلى البشر كلهم شكل بعض. لكن خلق الانسان مختلف عن اللي جنبه وجاره والابيض والاسود والثقافه مختلفه والفكر مختلف والتوجهات مختلفه، وبالتالي التنوع ده ما ينفعش يبقى كله اتجاه واحد، لازم يبقى فيه تعدديه. وده الدستور المصري اكد على ان النظام السياسي المصري بيقوم على التعدديه الحزبيه، وبالتالي كل مجموعة بتلتقي أفكارها بتبقى داخل تنظيم بيسموه حزب. فالنهاردة لما نيجي نمارس الانتخابات النيابية، والدستور قال إن هيبقى فيه انتخابات بالقوائم وانتخابات فردي، مزج ما بين الفردي والقوائم، وبالتالي ما ينفعش فصيل واحد أو حزب واحد ينفرد بقائمة. فالأفضل للممارسة السياسية والعمل السياسي أن يبقى كل مجموعة قريبة من بعض تعمل القائمة، وده اللي حصل. احنا عندنا 8 قوائم، 4 ما قدمهم القائمة الوطنية من أجل مصر، و4 قوائم آخرين برضو متنوعين. بص النائب له وظيفة، ولازم كل نائب داخل البرلمان يعرف وظيفته. وظيفة النائب هي وظيفة تشريعية ورقابية، ولازم يوازن في عمله ما بين التشريع والرقابة. التشريع هو صناعة القانون، وصناعة القانون حرفية على فكرة، ويجب أن صناعة القانون تتم بشكل متزن، وبشكل يبقى فيه أمامنا هدف أن احنا نقدم تشريعات تحقق تقدم هذا الوطن. لا لا، ما فيش حاجة اسمها مرشح ناجح، في مرشح فقط. ناجح حينما يأخذ ثقة الناس يبقى مرشح ناجح، هو الآن مرشح. بعد ما يحصل على ثقة المواطنين يبقى مرشح ناجح. ومرشح ناجح يكمل نجاحه بأن يؤدي وظيفته داخل البرلمان بقى كنائب ناجح. من عمل على التعددية الحزبية والسياسية في مصر في القائمة الوطنية؟ طبعا 12 حزب، ومعانا تنسيقية شباب الأحزاب، فده تنوع. وعلى فكرة أحزاب من أقصى اليسار لليمين للوسط متنوعة، بتمثل المجتمع المصري تمثيل حقيقي وصحيح. أحمد الخشن، حزب مستقبل وطن، عن دائرة المنوفية. عايز أعرف من حضرتك الأهمية أو القيمة المضافة حياتي الحزبية والسياسية من خلال كل هذا التنوع الموجود تحت مظلة القائمة الوطنية. الحقيقة التنوع اللي حصل في القائمة الوطنية ده حاجة عظيمة جداً، بيعمل زخم في الحياة السياسية، بيخلي في الرأي والرأي الآخر. لما بنناقش القضايا بتاعتنا بتسمع الرأي ده وبتسمع الرأي ده، وفي الآخر كل ده بيبقى في صالح الدولة وفي صالح المواطن.
وانا شايف ان اللي حصل من حزب مستقبل وطن ان هو تزعم الفكر بتاع ان هو يبقى فيه تعدديه حزبيه داخل القائمه، ده كانت حاجه عظيمه جدا وتتحسب له، وان شاء الله هيكون لي لهذا التنوع الحزبي دور كبير جدا في مناقشه كل القضايا من كذا من اكتر من وجهه نظر مختلفه. هل كل واحد في القائمه يعني جاء تحت مظلته هو ناجح عمليا ام الامر مطلوب منه مجهود وشغل؟ الاول انا اعتقد ان كل الاحزاب، وانا هتكلم على الحزب بتاعي حزب مستقبل وطن، كان في اختياراته للممثلين بتوعه داخل المجلس النواب او في القائمه بتاعته كانت اختيارات دقيقه جدا، ما تمتش بالصدفه ولا ما تمتش في يوم واحد، لا الحزب بذل مجهود كبير جدا عشان الاختيارات، وكان بيشوف كل نائب في الفتره السابقه او اذا كان هو نائب سابق او اذا كان شخص اول مره بيدخل مجلس النواب، لا كان بيعمل عليه استعلام كويس جدا وكان بيشوف الاستعلام من كل النواحي، وكانت اختياراته انا شايف ان شاء الله هتكون اختيارات موفقه، اختيارات وطنيه كلها الناس بتحب بلدها وتحب وطنها تحب الدايره اللي هو عايش فيها ويشتغل لصالحها. دور بقى ده سؤال الاخير المنوط بيه ودي النائب تجاه الوطن. الاول انا الحمد لله انا كنت في الدوره السابقه كنت في اللجنه التشريعيه، انا شايف ان دورنا في الفتره اللي جايه التشريعات لازم تكون في صالح المواطن في صالح الدوله، لازم نعمل قوانين تريح المواطن وتكون في نفس الوقت دعم للدولة. محمود بدر قائمة الوطنية تنسيق شباب الأحزاب السياسيين. عايز أعرف من حضرتك القائمة الوطنية تحت مظلات التنوع السياسي وأيديولوجي وفكري وحزبي. صحيح. ده ماذا يمثل حياتنا الحزبية في مصر؟ هي رسالة واضحة بأن فكرة الحزب الواحد قد انتهت إلى الأبد، فكرة احتكار أحد الأحزاب للحياة السياسية في مصر انتهت، مصر الجديدة قائمة على التنوع، مصر الجديدة قائمة على الاختلاف والائتلاف في نفس الوقت، قد نختلف فكريا في بعض الأمور، قد نختلف فكريا في بعض التفاصيل الخاصة ببعض الانحيازات السياسية والاجتماعية، لكننا في النهاية نأتلف من أجل هذا الوطن، زي ما حضرتك شايف دي مش المرة الأولى أو ليست التجربة الأولى أن يكون هناك ائتلاف وطني، المرة اللي فاتت كانت قائمة في حب مصر نموذج لهذا الائتلاف، وأعتقد أن هذه المرة نجحت كل الأحزاب المصرية أو غالبية الأحزاب المصرية أنها تثبت أن هي على قدر المسؤولية تأتلف جميعا من أجل هذا الوطن، قد نختلف في بعض البرامج السياسية والتفاصيل وده هيبان داخل مجلس النواب، لكننا في النهاية نتفق على مصلحة الوطن، نتفق أننا نريد أن تكون هناك انتخابات تضم كل التيارات السياسية دون إقصاء لأحد أو تمييز لأحد. هل كل واحد جه مرشح للقائمة هو ناجح بالفعل أم نجاحه مرتبط بالتحامه بقضايا الناس؟ لو ان حد فاكر ان هو مجرد دخوله القايمه هو نجاح فاعتقد ان ده جزء بدايه من للفشل، يعني يمكن احنا بنشتغل في دوائرنا كل واحد في مكانه باعتباره نازل كمرشح فردي، بينزل بيروح للناس بيلف بيقول لهم نحن نحتاج الى خروجكم رقم واحد للصندوق بغض النظر عن التوجيه لمين، رقم اثنين بنعرض عليه ما قدمناه سابقا، يعني انا كنائب سابق بعرض عليه ما قدمته سابقا وما ساقدمه لاحقا عشان خاطر اطلب منه ان يخرج الى الصندوق ويكون لديه قناعه لانتخاب القائمه الوطنيه. أولويات النائب بحكم أنه يعني بعد نجاح تجاه الوطن والمواطن لو رتبناه؟ شوف لو قلنا رقم واحد هي أولوية دعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب، رقم اثنين دعم الدولة المصرية من أجل نشر الوعي لمواجهة الشائعات اللي هي يعني بتضرب في الدولة من كل الاتجاهات، رقم ثلاثة بالنسبة لي سيكون هناك أولوية لدي في دعم كافة مشاريع القوانين التي ستدعم عودة القطاع العام وعودة المصانع المتوقفة مصر مرة أخرى، نحن نريد أن تعود مصر مرة أخرى تنتج من الإبرة للصاروخ. محمد تيسير مطر مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب إرادة جيل. سؤالي الأهم، هل القائمة الوطنية بتمثل مشاركة من كل الأطياف السياسية وفيها حراك سياسي فعلا بيعكس الحياة الحزبية في وسط التنوع السياسي؟ طبعا، وده احنا شايفينه لأن في أحزاب مختلفة الأيديولوجيات موجودة معنا في القائمة، فده أعتقد أنه هو بيعكس أن يكون في اختلاف في الآراء والأفكار، لكن في الآخر كله بيهدف لدعم الدولة المصرية. أولويات المرشح والنائب في المرحلة القادمة تجاه الناس وتجاه البلد؟ طبعا دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية ليها، ان شاء الله بإذن الله في الفترة اللي جاية هنشتغل على ملفات كتيرة نقدر نخدم بها المواطن المصري، دي هتكون من أولويات أهدافنا يعني في الفترة اللي جاية. واحد أو مرشح جه على القائمة هل ذلك يمثل نجاح أم مطلوب منه يعمل على أرض الواقع؟
والله احنا بالنسبه لنا كمرشحين قائمه احنا بنعتبر نفسنا مرشحين فردي مش مرشحين قائمه، لان احنا لو اعتمدنا على اننا جينا في القائمه فده بيعتبر نجاح فده بدايه فشلنا، لكن لابد من تواجدنا في الشارع بشكل قوي، لابد من تواجدنا جنب المواطن المصري علشان نشوف احتياجاتهم ايه ونقدر نساعد باللي نقدر عليه في الفتره اللي جايه. يعني اسمي احمد فتحي، ممثل عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في القائمه الوطنيه من اجل مصر. اه طبعا بالفعل، ده حتى كمان من خلال تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين احنا عندنا 26 شاب وشابه التنسيقيه نزلتهم في الانتخابات، وكل واحد بالايديولوجي المختلفه اللي تابع للحزب اللي هو ليها، وفي ناس مستقلين زيي انا مستقل، فعندي الايديولوجي المفروض والاجنده التشريعيه اللي احنا هنتناقش فيها الفتره الجايه. واوريدي كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين احنا كل الفكر كله ان احنا عايزين نبقى دايما شايفين ايه المشاكل وايه الهموم اللي بتهم كل مواطن مصري، بمعنى ان احنا مش خلاص ان احنا نزلنا في القائمه الوطنيه يبقى لينا المنافس او ما لناش منافس سواء نجحنا. القصه كلها ان المواطن مستني، طب انت نجحت هتعمل ايه؟ ماذا بعد النجاح؟ فالقصه كلها ان احنا ربنا كان موفقني ونزلت انتخابات في سنه 2015 في دائره مدينه نصر وحصلت على 20,800 صوت ودخلت مرحله الاعاده وربنا ما وفقنيش. العمل الفتره اللي فاتت اللي احنا اشتغلنا عليه مع مؤسسات المجتمع المدني ومع الفتره مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي اللي أهلتنا إن إحنا نتبقى موجودين من الممثلين عن التنسيقية في القائمة الوطنية. طيب إيه الملفات إن إحنا كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مهتمين بيها بالشكل اللي الناس تبقى ملاحظة إن بساعد دخول الشباب دية المجلس يحس المواطن إن في حاجة ملموسة على أرض الواقع؟ هي مشكلة كبيرة بتمس كل شاب وشابة بعد التخرج، أنا هشتغل فين؟ ولا وهي مشكلة البطالة اللي موجودة في مصر. فدي إحنا دورنا مهم من التشريعات والرقابة على مؤسسات الدولة من ناحية وزارة التجارة والصناعة، دي بتقدم دور مهم جدا بتبنيها للمشروعات والشركات الناشئه. احنا دورنا ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي بتواجه الشركات الناشئه ونبتدي نوضع عليها قوانين ان احنا نقدر نحل مشكله كبيره زي مشكله المشروعات الصغيره ورياده الاعمال اللي هي مشكله البطاله ككل. هل دي الاجنده الوحيده ان احنا التشريعيه الوحيده اللي احنا داخلين بيها فقط لغير؟ دورنا من الفتره اللي فاتت ان احنا بنراقب على الأحياء اللي موجودة مش بقى في مدينة نصر فقط لغير، ده في دوائر تانية كتيرة، فلازم ان احنا لو نيجي نراقب بصح نبتدي نشتغل ونبتدي نفعل الدور ده عشان يبتدي المواطن يحس ان الخدمات ده مش دوري انا كعضو مجلس نواب ان انا اعمل سواء كتشجير او رصف طرق او احنا دورنا ان احنا نراقب على المسؤولين اللي بتشتغل على الملف ده. وحاجة تانية جدا مهمة ان التنسيقية دورها هيبقى يعني ملحوظ جدا الفترة الجاية اكتر واكتر، ان المؤسسات الدولة بتشتغل بشكل فعال جدا جدا جدا، بس هل كل المواطنين حاسين ان فعلا ان مثلا رصف الطرق او الكباري المحترمه اللي مؤسسه الرئاسه شغال عليها هل ده المشروعات دي واصله لكل بيت من البيوت المصريه؟ في منها اللي وصل وفي منها لا لسه ما وصلش. احنا دورنا كشباب لازم نوصل الانجازات المحترمه اللي الدوله بتقوم بيها ورقابتنا المحترمه على المؤسسات دي عشان نقدر نقدم خدمه محترمه للمواطن المصري. أميرة صابر، مرشحة على القائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أميرة، عاوز أعرف منك أهمية التنوع السياسي اللي موجود في قائمة دعم مصر. يعني إحنا بنشهد مشهد مظبوط، بنشهد مشهد مختلف شوية، القائمة عليها أحزاب يمكن أيديولوجياتها مختلفة تماما عن بعضها، ولهذا السبب يمكن ما بنشوفش للقائمة دي برنامج انتخابي موحد، لأنه في كل قضايا إزاء كل قضية من القضايا السياسية أو الاجتماعية أو غيرها هنلاقي أنه الأحزاب اللي موجودة ورانا دي بتمثل مختلف الرؤى ومختلف السياسيات، فهو يسمى تحالف انتخابي علشان الناس تكون ممثلة تكسب مع بعضها تقدر تمثل هذه الأيديولوجيات المختلفة. أنا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي زي ما قلت حضرتك، والذي يحسب على تيار المعارض. هل كل مرشح في القائمة دي يعتبر ناجح أم في معامل على أرض الواقع؟ يعني طبعا أتمنى أنه إن شاء الله تكلل الأمور بالنجاح، يعني القائمة يمكن قدامها حتى الوقت راهن قائمة أخرى، أتمنى أن القائمة دي هي اللي تكون القائمة الناجحة. هل من سمح الوديت العددية الحزبية يستحق الشكر تحت مظلة القائمة الوطنية؟ يعني طبعا شايفة تعددية حزبية، بس أتمنى أنه القادم يبقى فيه تعددية أكبر بكتير، وبدل ما يكون فيه حزبين وثلاثة معارضين يكون فيه صوت أعلى للرأي الآخر طول الوقت. أولويات المرشحين
يعني طبعا اولويات النائب دي هو بيحددها وفقا لاستراتيجيه كل شخص هيبقى في انهي لجنه هيشتغل في ايه، شكله الخدمي وشكله السياسي، لانه في فروقات في هذه الملفات. ولكن المواطن المصري وكل ما يتطلب رفاهه وامنه وسلامته وصحته هو اللي اي نائب المفروض يكون بيشتغل عليهم طول الوقت. اسمي نوره علي عبد السميع وبمثل حزب مستقبل وطن وجايه من قطاع السياحه. أكيد طبعا، لأن ده مثال للديمقراطية. لو الأحزاب دي بتوجهاتها المختلفة ما انضمتش مع بعض مش هيبقى في مستقبل وطن، فهو ده فعلا مستقبل الوطن. يشكر كل من دعا لهذه الفكرة. طبعا طبعا، فكرة ممتازة، ويعني أنا شايفة أن هيبقى ده نجاح، أن الناس تقرب من بعضها بوجهات النظر المختلفة، فأكيد هيبقى الأحسن. لا، تجاه بلده مجرد تكليفه، وده تشريف، وده مثال ان هو اكيد بيسعى لخدمة الوطن. عموما انا بشتغل في العمل العام من مدة طويلة، انا كنت رئيس اتحاد الغرف السياحية مرتين كلجنة تسيير اعمال، وحاليا رئيس مجلس ادارة جمعية اهلية للمحافظة على البيئة. فالعمل اكتر يعني اكتر العمل بجانب عملي الاساسي هو اعمال تطوعية لخدمة الوطن. البعض بيرى ان مجرد وجود المرشح بس تابع القائمة ده في حد ذاته نجاح، النجاح هو انه يلتحم وانه يبقى عايز، يعني عايز يعرف ايه مشاكلهم ويوصلها، هو اللي بيعبر عن لسان حالهم، فلازم يقعد معاهم ويسمع ارائهم. احنا بنتكلم في اي قرارات بنعمل مؤتمرات وبنتكلم الناس فيها وبناخد ارائهم قبل ما نوصل اي حاجه. طبعا دكتوره غاده انديل، دكتوره صيدلانيه مستشفى شبين الكومي التعليمي، مرشحه كل مجلس النواب 2020 عن قطاع القاهرة وجنوب وسط الدلتا، رشحة عن حزب الشعب الجمهوري. أزعر حضرتك أهمية وجود القائمة الوطنية وجود كل هذه الأحزاب تحت نظامتك؟ والله هو يعني ما فيش حزب متمكن من القائمة، يعني هي بقى مجموعة من الأحزاب، اختلاف سياسي، اختلاف تفكير. شايف ان دي حاجه ايجابيه؟ طبعا. يوسف الحسيني، قائمه جنوب القاهره، مرشح رقم 3. بعد تحيه حضرتك، اولا التنوع السياسي الموجود تحت مظله قائمه الوطن تحت خط مصر، هل شايف ان ده كان مطلوب في الفتره دي؟ احنا في القائمه الوطنيه من اجل مصر طبعا كان لازم ان يبقى في تنوع سياسي بيجمع موالاه وبيجمع معارضه. بنعتقد انه ده حدث مهم، لانه لاول مره يبقى في تحالف انتخابي بالحجم ده، 13 كيان، 12 حزب زائد تنسيقيه الاحزاب. ال 12 حزب دول فيهم موالاه وفيهم معارضه، فيهم زي المصر الديمقراطي الاجتماعي، فيهم الاصلاح والتنميه وهكذا. وعلي ده كان مهم جدا للمواطن انه يبقى شايف انه يبقى في تحالف كبير من مجموعه احزاب مهما اختلفت في بعض الرؤى او في الايديولوجيات تقدر انها تقف جنب بعض علشان تصل الى البرلمان. هل كل نائب جه او مرشح لا هيرتبط بعمله في الشارع؟ بالقطع. ما تنساش كمان انه في قائمة تانية كمان موجودة في المنافسة، طبعا ده بخلاف انه في ناس نازلة على مقاعد الفردي، ده غير المقاعد المستقلين. مش بس التشريع والتقنين ومش بس مراقبة الأداء بتاع الحكومة، ولكن أعتقد أن احنا لازلنا حتى يتم إجراء انتخابات المحليات محتاجين النائب يبقى متواجد دايما في الدوائر بتاعته، مش بس الدوائر بتاعته لأنه نائب عن الشعب، ولكن يبقى موجود تحت أمر الجمهور وتحت أمر الشعب. دكتورة هناء حمدي سرور، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، مرشحة عن حزب مستقبل الوطن في القائمة الوطنية لمحافظة المنوفية. عايز أسأل حضرتك دكتورة، وجود تنوع سياسي متعدد تحت مظلة القائمة الوطنية ماذا يعني للحياة الحزبية والسياسية في مصر؟ يعني أنا شايفة إن مدينا ارتياح كبير جدا جدا، وتمثيل كل الأحزاب في هذه القوام، سواء إن هو مرشح من طرفه رجل أو امرأة أو معاق أو أي فئة، فشايفين التمثيل من الأحزاب هيدي تنوع كمان في الأفكار السياسية والأهداف، وبالتالي يعني هنحس أو كلنا فشعارين إن فعلا في نوع من الديمقراطية في تنوع الأفكار بتاعتنا كلها. ما هو المطلوب من المرشحين بعدما يصبحوا نوابا تجاه الوطن والمواطنين؟
هو طبعا مش حكاية يعني نقول ايه انه هي هتختلف طبعا كل القضايا كل المفترض كل النواب انها بتتكلم فيها وانها هتكون في دائرة اهتماماتها، وان لنا طبعا نشوف كل التنفيذيين الخطط بتاعتهم ايه، وان احنا بنساعدهم في هذه الخطط ومش ان احنا بنديلهم يعني معوقات او ان احنا بنقف معاهم ضدهم، لا بالعكس احنا انا شايفة ان الاتنين لازم بيكملوا بعض، ملفاتنا هي بتبقى مع بعضيها بحيث ان احنا نوصل في النهاية الى الوصول الى تطوير المجتمع المصري وافراده. السؤال الاخير، هل كل واحد جاء مرشح على القائمة دي او غيرها اصبح ناجحا ولا مطلوب عشان يحقق النجاح ويلتحق بقضايا الناس اكتر؟ لا هو طبعا يعني لو ما كانش عنده شعبية من الأول فهياخد جهد منه أكبر عشان يقدر يتلاحم مع المواطنين ويقدر يسمع منهم ويتواصل معهم على مدار فترة الترشيح كلها. دكتورة شيرين عبد العزيز، أخصائي كبد وجهاز هضمي، عضو مجلس النواب وعن حزب مستقبل الوطن. عايز أعرف حضرتك في القائمة الوطنية تحت مظلتها تنوعات سياسية متعددة، هل ده بيمثل انعكاس التحديات السياسية في مصر؟ طبعا هي في تعددية حزبية في القائمة الوطنية، ده بيؤدي إلى مشاركة الأحزاب الكثيرة، كل حزب بيبقى فيه تنافس ما بينه وما بين الأحزاب الأخرى، ولكن سياسة الحزب الواحد بتكون بتعطي انطباع سيء للمواطن، ولكن هي القائمة الوطنية، القائمة الوطنية عبارة عن تآلف للأحزاب كثيرة، هذه الأحزاب بتدفع بالكوادر بتاعتها وهي اللي بترشح الكوادر لكي تمثلها في القائمة الوطنية. شخص جه تحت مظلة القائمة أصبح ناجح برلمانيا ولا مطلوب منه شغل في الشارع مع الناس؟ لا طبعا مطلوب منه شغل في الشارع، ومطلوب منه يكون متواجد مع المواطن، ومطلوب منه أنه هو يوصل صوته للمسؤول، مطلوب منه رقابي وتشريعي، ومطلوب منه أشياء تانية كثيرة أخرى. أولويات المرشح أو النائب للوطن وللناس شايفها إيه؟ للناس لازم يكون في تواصل مستمر مع الناس علشان يعرف ألمهم ويعرف مشاكلهم ويقدر هو يبقى هو القناة الشرعية اللي تقدر توصل صوته للمسؤول، وبالتالي هو حيقوم دوره الرقابي والتشريعي، لن يقوم بدور الرقابي والتشريعي إلا عندما يسمع لصوت الناس وينزل للناس كلها المواطن البسيط ويعرف ألامه ويعرف مشاكله، وبالتالي بيقدر يحاسب المسؤول وبيقدر يعني يوصل صوته بالطريقة الجيدة. للوطن لازم يؤدي دوره على كافة المحاور، لازم يشتغل ازاي ينهض بوطنه، لازم يشتغل المصلحة العامة، ينقى عن المصلحة الخاصة تماما، علشان ينهض الوطن لابد ان احنا كلنا نبقى ايد واحدة، لازم كلنا نبقى قلبنا على قلب بعض، لازم كلنا نشتغل لصالح المواطن البسيط. انا اسمي سحر البزار، أنا نائبا مرشحة نائبة عن محافظة القاهرة من حزب مستقبل الوطن، حاليا بشتغل مدرس مساعد في جامعة هارفارد بس من مصر. عاوز أعرف من حضرتك، القائمة الوطنية تحت مظلتها أحزاب كتير صحيح أيديولوجية مختلفين وسياسيين، هل ده انعكاس حقيقي للتنوع والحياة السياسية في مصر؟ الحقيقة هي القائمة الوطنية غنية جدا بالتيارات المختلفة والأحزاب المختلفة اللي بتمثل أيديولوجيات مختلفة، وده اللي يخليها تمثل كل التيارات اللي في مصر، وده في حد ذاته يعبر عن القوة والحياة السياسية في مصر. ايه دور المفروض من المرشح او النائب حينما يصبح نائبا تجاه الناس وتجاه البلد؟ اتجاه الناس وهو طبعا تقديم الخدمات ليهم ومساعدتهم في مطالبهم وحل مشاكلهم على الارض. اما بالنسبه للدوله وبرضه يعني هو انا مش بفصل قوي بين الدوله والمواطن لان في الاخر هي خدمه للوطن، فهي الجزء اللي هو التشريعي والرقابي. دكتوره حنان حسني يشار، عميد كليه التربيه النوعيه مستقبل الوطن. عايز اعرف حضرتك، القائمه الوطنيه تحت منها تنوع سياسي كبير تمام وكل الاحزاب تمام، طبعا ده بيضيف زخم كبير جدا وبيخلي الاغلبيه ممثل، وده بالتالي بيخلي الناس عارفه ان انا ليا حد في القائمه، فده في حد ذاته هيخليهم ينزلوا ان شاء الله. هل كل واحد القائمه جابته ويصبح ناجح ولا نجاح كنائب عمل كنائب في الشارع مرتبط بقضايا الناس اكتر؟ طبعا بص حضرتك، ممكن ينجح يعني هو ممكن قوي ينجح ان هو خلاص جه مع القائمه هينجح، لكن الشارع هو اللي هينجحه بجد او هو اللي هيسقطه بجد. هينجحه ازاي؟ عن طريق عمله مع الشارع، ودايما بقول ان يمكن القضايا اللي هي تكون قضيه رئيسيه مش قضيه فرديه فقط هو اللي بينجح، لان نعمل توازن بين القضايا الفرديه والقضايا الرئيسيه، فده هيخليه ينجح ان شاء الله. اولويات النائب في المرحله الجايه تجاه الناس تجاه البلد الوطن؟
انا هتكلم عن نفسي، هقول لحضرتك ان انا اولوياتي بحكم شغلي المراه المعيله والمشروعات الصغيره، لان الاثنين دول انا شايفه ان احنا من خلالهم ممكن نطلع فوق قوي، لان الصين غزت الدنيا كلها عن طريق المشروعات ذات العامل الواحد، يعني صاحب العمل هو المدير هو العامل، وغزت العالم بيها. فازاي نعمل ده عندنا في مصر؟ وهيبقى سهل ان شاء الله. المراه المعيله او المراه العائل الوحيد لاسرتها موجوده في مصر بنسبه تقرب من 42% ل 45%. مش عايزه اقول لك انها قضيه سهله لانها صعبه ولها جذور كمان اجتماعيه، بس مهم جدا ان احنا نوجد المراه دي وسيله عمل غير انها تكون عامله في منزل. عامله في منزل شيء جميل جدا وشيء شريف، بس ازاي نوجد لها طرق تانية تخليها مستوى اعلى شويه من هذا. مهندس محمد وفي عزت من نوفيه، مرشح الشعب الجمهوري ضمن القائمه ان شاء الله. عايز اعرف حضرتك القائمه تحسينها تنوع سياسي. ايوه فندم. أكيد أكيد يا فندم، أكيد تنوع الأفكار، وكل حزب له رؤية وكل حزب له خطة. أكيد تعدد الرؤى دي هيفيد المجلس القادم إن شاء الله، ودي كانت خطوة ممتازة فعلا من الائتلاف إنه قدر يجمع الأحزاب ديت في قائمة واحدة، ودي خطوة إن شاء الله هتقوي الأحزاب وهتقوي الحياة السياسية في مصر. أولويات أي نائب في مصر المرحلة الجاية؟ والله أنا الأولويات عندي يعني جيل الشباب يؤرقني جدا من حيث العمل، توفير فرص عمل، التوعية للشباب. احنا شايفين ان احنا في مرحلة فعلا الشباب يعني الرؤى عنده مش واضحة شوية، مطلوب ان احنا نسهل له الامور اللي جاية دي من حيث قوانين العمل، بحيث نشجع نغير ثقافة الشاب ونطمنه ان العمل في القطاع الخاص هيبقى له مردود طيب زي العمل في القطاع الحكومي ان شاء الله. لا اكيد ملتحم بقضايا الناس، مفيش مرشح ضامن النجاح، كلنا مشروع نائب، لكن المواطن هو اللي يجيب النائب بتاعه فعلا باصواته، والصندوق هو اللي يقول. اميال عدلي مرشح تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن قطاع القاهره وجنوب ووسط الدلتا. ساعات النائبه من وجهه نظري وجود قائمه وطنيه تحت نظامتها احزاب وتيارات مختلفه، ده بيوصل حياه سياسيه وتنوع سياسي في مصر؟ طبعا لما يبقى عندك قائمه موجود فيها مجموعه من الاحزاب والشخصيات السياسيه اللي من ارضيات مختلفه من افكار وايديولوجيات مختلفه، ده بيعكس حاله التنوع، وغير انه بيعكس حاله التنوع كمان بيقول ان احنا نقدر نتحاور مع بعض، وانه منطقي جدا ان النهارده يبقى موجود احزاب مؤيده داخل القائمه واحزاب معارضه، بالاضافه كمان لشخصيات متنوعه. ده مش بس بيدي اساءه للحياه السياسيه، لا ده كمان بيقول للمواطن ان جميع الاراء ممثله، وان هو صوته لما هيدي صوته للقائمه الوطنيه هو مش بس هنا بيختار نائب واحد، لا هو بيختار كمان اصوات كتير هتمثله. يعني اذا كان يسار هيلاقي مرشح يسار، اذا كان مؤيد هيلاقي مرشح مؤيد، اذا كان ليبرالي هيلاقي مرشح يعبر عن الايديولوجي بتاعته في الاخر. طيب خلينا نفرق بس، لان الناس بتربط ما بين دور النائب والدور الخدمي للمحليات. اولويات النائب دائما هي التشريع، احنا بنتكلم على تشريع ورقابه. اي نائب في الدنيا لازم يبقى عنده اجنده تشريعيه ومجموعه من الاولويات على راسها مجموعه من القوانين هو مقرر انه يتبناها، غير طبعا دور الرقابي على المحليات وعلى غيره، وحاجات كتير جدا يقدر ان هو يقدمها من خلال دوره الاساسي اللي ممكن له بحكم الدستور. لكن طبعا بما ان احنا بقى لنا فتره في اختلاط الادوار، طبيعي ان بقى بعض النواب او اغلبهم بيؤدي دور خدمي، وده مفروض عليه وواجب عليه في حاله ان الشارع طالب ده. هل كل مرشح جاء تحت نظامه القائمه دي او غيرها يعني يصبح ناجح، ولا نجاح ليه معايير اخرى كنجاح سياسي يرتقي بقضايا الناس في الشارع؟ بص مبدئيا احنا بنتكلم على فكره قائمه، احنا لسه مرشحين محتملين، فكره النجاح من عدمه هي لسه في ايد المواطن، ده اول شيء. احنا بنتكلم على ان احنا لسه بندعو المواطنين للمشاركه وان هم ينتخبونا. نجاحك بقى يعني بعد النجاح انه المواطن يثق فيك ويديك صوته، في نجاح اخر هو انت هتقدر تحقق اللي انت وعدته بيه، الخطاب اللي انت قلته له، التشريعات اللي انت وعدته بيها، الدور اللي انت وعدته انك هتمثله وانك هتوصل صوته، هو ده النجاح الحقيقي. سامر محمد التلاوي امين حزب مستقبل الوطن بالمنوفيه. عايز اعرف من حضرتك القائمه الوطنيه تحت نظريتها احزاب كتير، هل ده بيمثل تنوع سياسي كامل لكل احزاب مصر؟ طبعا بيمثل تنوع قوي جدا. المره دي احنا 12 حزب مع بعض، ال 12 حزب دول قعدوا على ترابيزه واحده واتفقوا على كلام واحد، وان شاء الله باذن الله ده هيفيد الأحزاب كتير قوي، التفاهم اللي ما بينهم وما بين بعض، وكل الأحزاب خدت
مقاعد ومتفقين عليهم، وده يجيب نتيجة كويسة جدا في الانتخابات ويكون لنا نصيب في النجاح إن شاء الله. أولويات النائب المرحلة الجاية إن شاء الله إلضاء الجمهور وإلضاء الناخب، عشان كان في فترة معينة من الفترات اللي فاتت كان فيها قوانين كتير، فالنائب ما كانش بيلحق يقعد مع أهل دايرته، والكلام ده بعد 2015 طبعا قعدنا فترة كبيرة. فإن شاء الله في 2020 بعد 2020 إن شاء الله نبتدي نقعد مع الناخب ونبتدي نشوف طلباته ايه، وبعد التكاتف بعد التكاتف الاحزاب دي ان شاء الله نقدر نحقق لهم اللي يرضوه. سؤال اخير، هل كل واحد مرشح على القائمه هل هو هيصبح ناجح في الفعل ولا لازم يعمل شغل الشارع عشان يثبت ان هو يستحق؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها ناجح بالفعل، في حاجه اسمها القائمه لازم كلها تشتغل، والقائمه كلها هتبتدي دعايه في فتره الدعايه، وهيبتدوا ينزلوا يقعدوا مع الناس ويبتدوا يشوفوا أهلهم الأهل والصحاب والناخب ذات نفسه لازم يتواصل معاه عشان يروح في الآخر يحطوا صوته للقائمة، وكلنا بنجتهد على كده، والمجموعة إن شاء الله بإذن الله بتاعت المنوفية كلها هتجتهد على كده، وإحنا متفقين على كده، ودي فيه خير يقدمه ربنا إن شاء الله.